لا بيراميد تاع البذور تطلب وقت، حنا رانا معاها بديناها هذه عامين وقلصنا هذا عام، وربما التذبذب اللي صرا على مستوى المناخي كي عشنا جفاف وعشنا جفاف حقيقي اللي خلانا هذا العام تكون عندنا، وربما نكونوا على مستوى نسرسك نكونوا على المستوى تاع العام اللي فات ولا شويه اكثر. احنا فيما يخص الاستيراد البذور الحمد لله ما عندناش 100% فيما يخص ماده البطاطا. العام اللي فات جبنا حوالي 60% خمس قلصنا ب 50-60%، اذا عندنا المؤهلات هذه على اعوام الجايه وعلى افاق 2024، وهذه هي هدف ورقه الطريق تاع وزاره الفلاحه. قلنا على افاق 2024 وبمشروع ولا ببنك جينات كيما هذه وبالسونتر تاع قلال، وراح يكون فيه سونتر واحد اخر فيما يخص البذور البطاطا، ننتهي ان شاء الله من استيراد يعني 100% هذا البذور تاع البطاطا.